نرحب بكم من جديد من شركة تركواز العقارية. اليوم راح نحكي لكم عن أهم أسباب الاستثمار العقاري بإسطنبول. طبعاً أولاً هو تقوية البنى التحتية بإنشاء محطات مترو جديدة في إسطنبول، وثانياً افتتاح المطار الثالث في إسطنبول يعد منافس لمطار فرانكفورت الألماني، وأيضاً تحديد المسار النهائي لقناة إسطنبول الجديدة ذات أهمية كبيرة في تركيا ويعد من أضخم المشاريع التاريخية في تركيا، وتطوير الإنتاج الصناعي التركي، وأيضا قرار الحكومة التركية بتخفيض الامتلاك العقاري والحصول على الجنسية التركية من 1,000,000 دولار وصولا إلى 300,000 دولار، وبالنهاية صار 250,000 دولار. يعني 250,000 دولار يمكنك شراء عقار واحد أو عدة عقارات، وبعدها تستطيع التقديم على الجنسية التركية والسلامة بأقرب وقت ممكن. وللمزيد من المعلومات يسعدنا الإجابة على كل استفساراتكم. اللي عنده سؤال يترك سؤاله بالتعليقات وإن شاء الله نقوم بالإجابة عنه بأقرب وقت ممكن. لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإنستغرام.